السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، امرأة برج الجدي. وقراءة اليوم قراءة فنجان وتروت وأوركل ومراية وتهكير عقل باطن ومشاعر الحبيب ونواياه ونصائح الرومانس كارد وكل شيء يخص امرأة برج الجدي لأبرز الأحداث القادمة عندك الفترة اللي جاية. فممكن بقى تعملي كوباية كافي ميكس أو كوباية شاي نسكافيه، أي حاجة بتحبي تشربيها ممكن تعمليها. ونبدأ القراية دلوقتي عشان هنتكلم النهاردة في كل حاجة تخصك وكل حاجة أنتي محتاجة أنك أنتي تعرفيها. فخلينا نبدأ بشكل مباشر. امرأة برج الجدي، نبدأ التاروت لأبرز الأحداث القادمة. امرأة برج الجدي، الكارت الأول معانا كارت الموت. كارت الموت في الغالب بيرمز لانتهاء شيء وبداية مرحلة جديدة، بيرمز لانتهاء فترة صعبة كنت بتمر بيها وبداية فترة يا إما أسهل يا إما أصعب، هنحدد من الكروت اللي بعد كده. شايف هنا كارت آس الكؤوس، والكارت ده مميز جدا يا امرأة برج الجدي، لأن الكارت ده بيرمز لعروض الزواج، بيرمز لانتهاء فترة بعرض عمل أو بعرض زواج سيأتي لك الفترة اللي جاية وبداية مرحلة جديدة من حياتك من خلال هذا العرض المميز. نقدر نقول إن الحظوظ كلها بتتجه لتكون في صفك ولتكون داعمة لك ولتهيئك للوصول لكل شيء بتسعي للوصول إليه، كأنك هتلاقي كده الحاجات اللي انت كنت بقالك سنوات بتفكري ازاي توصلي لها بتوصلي لها بدون أدنى مجهود منك. نقدر نقول إن التاروت أو القدر هنا بيعدك بحياة سعيدة برفقة شريك الحياة أو الشخص اللي بتحبيه، وفترة خالية من المشاكل وخالية من الضغوطات بتحمل لك أساسيات حياتك وقواعدها، وربما ترمز لترسيم علاقات أو فرح أو زواج أو استقرار لأسرة بيبدأ عندك. نقدر نقول بيكون عندك اجتهاد في أوضاعك المهنية، يعني كأنك بتتمكني من تحقيق نجاحات على صعيد العمل عندك وعلى الصعيد المهني، وبتقدري تحققي تقدم حقيقي وتميز حقيقي الفترة اللي جاية. كمان ممكن نقول إن بيكون هناك الدخول في شراكات جديدة على الصعيد المهني. نقدر نقول إن الشراكات ديت بتحمل لك من عناوينها الحيرة في اتخاذ القرارات، كأنك بتكوني محتارة تجاه قبول أمر شراكة مهنية أو رفض هذا الأمر. كمان ممكن نقول إن بيكون شريكك على الصعيد المهني أو بيكون هناك بعض الأعداء بيكيدوا لك على الصعيد المهني وبيسعوا لإيذائك ولتهديد هذه الشراكة المهنية. شايف كارت الشيطان اللي بيدل على عدو حقيقي بيحيط بأوضاعك المهنية وبيسعى إلى هز استقرارك. فارس السيوف وهو الشريك العاطفي أو الشريك المهني عندك، شايف إن هو بيكون مستعد للمواجهة أو مستعد لهذا التحدي خلال الفترة القادمة، ومستعد للدفاع عنك بدرجة متوسطة القوة، أي إننا نقدر نقول إنه هيتمكن من ان هو يساعدك في الخروج من الفترة الصعبة او تجنب الاشخاص المؤذيين او تجنب الاشخاص اللي كانوا بيحيطوا بك من اجل ان يؤذوك.
ملك العملات، يعني من المتوقع تحقيق نجاحات بالغة على الصعيد المالي عندك من دعم مالي بتحصلي عليه من الشريك. نقدر نقول يا امرأة برج الجدي انك انت بتنظري للحياة بمنظور مختلف، كأن بيكون عندك ثبات، بتشوفي كل حاجة من الأعلى وبتشوفي حياتك بشكل مختلف، بتنظري للمستقبل، بتنظري بتحكم في حياتك، بتنظري بتحكم في العالم بتاعك، بتنظري بقدرة على السيطرة على كل شيء في حياتك وتألق كبير في الظهور عندك يميزك ويبعدك عن كل الأشخاص الذين يريدون إيذائك أو بالفعل كانوا يؤذوك. نقدر نقول صراع الأفكار عندك بيكون بشكل متواصل، كأن عندك أهداف كثيرة بتسعي إلى تحقيقها دفعة واحدة، كأن أهدافك بتحيط بكل جوانب حياتك وأحلامك كتيرة، وهناك الكثير لتحيي لأجله وتتخيلي فترات حياتك القادمة. نقدر نقول إن بيكون هناك الدعم اللي انت بحاجة إليه والتشجيع من قبل الأشخاص المقربين منك والدعم الكافي لمواجهة كل حروبك القادمة وتحدياتك. كمان نقدر نقول إن الفترة دي هي الفترة التي تعلن عن بداية تسليط الأضواء عليك في الكثير من الأشياء المهمة في حياتك والتي ترمز إلى تحقيق نجاحات مالية في المشاريع الجديدة. لو بتخططي لبداية مشروع أو عمل أو أشياء مهمة في حياتك، تحمل المسؤولية والترقب والوصول لأهدافك على حد سواء. امرأة برج الجدي، كارت البرج هو كارت يرمز إلى تهديد استقرار حياتك، وهنقول هنا على صعيد الأموال، كأن مصروفاتك بتكون أكثر من دخلك، أو كأنك بتصرفي أموال كثيرة، والأمر ده من الممكن إن هو يهدد استقرار حياتك. الحكمة ضرورية، ويستطيع شريك الحياة أن يقودك إلى هذا النوع من الحكمة في إدارة مدخولاتك وفي إدارة الأموال التي تحظى بها أسرتك من أجل الحصول على التطور الحقيقي في حياتك المالية والعاطفية والشخصية خلال الفترات القادمة. القول بأنك على وشك الحصول على مبالغ مالية كثيرة أو شريك الحياة أو مدخولات لك أو لشريك الحياة، وحياتكم ستكون واحدة بعد الترسيم المرتقب حصوله في الفترة القادمة. لذلك من الحكمة أن تتمكني بحق من تحقيق إنجازات حقيقية في حياتك وليس طرف الحياة الذي يهدد الاستقرار. لذلك فعمليات الشراء للأشياء القيمة التي تعد استثمارية من الممكن أن يكون من أكثر الأشياء الناجحة التي تديري بها مدخلاتك في الفترة القادمة لتحقيق نجاحات حقيقية تبقى معك وتتذكريها في أوقات لاحقة، كمثل أن يخدم حاضرك مستقبلك، وأن تستغلي ماضيك وخبرات الماضي لخدمة حاضرك وإعانته على خدمة مستقبلك. خلينا نشوف كروت تذكير عقل الحبيب فيها ايه؟
فقط أرجو منك أن تمهليني بعض الوقت. هذا الصمت لا يعني جفاء ولا برودا، إنني مشتاق لكنني لا أستطيع المجيء بذات الخفة. أشعر أن شيئا كبيرا دخل بيننا. الكارت ده ربما يرمز لبعض الجفاء أو البرود الذي تلاحظينه على الشريك، ولكنه يقول لك أنه مشتاق إليك بحق، ولكن هناك شيء يمنعه من تجاوز جدار أو حاجز بينكما لتجاوز هذا الصمت أو الجفاء. أريد حضنك كما يريد الطفل أن يحضن أمه. وخلينا نشوف رسائل المشاعر. لحظة واحدة ونشوف رسائل النوايا. ورسائل النوايا: أنا قافل على مشاعري بسبب خوفي من الخذلان. والرسالة التانية: بعيد التفكير مرة أخرى لكي لا أتسرع. والرسالة التالتة: أعلم أن تصرفاتي وعدم التزامي بالوعود جعلك لا تثقي بي. ونشوف دلوقتي رسائل من قلبه. في رسالة تانية طلعت في النوايا: أنا واثق طول ما احنا مع بعض هنقدر نواجه المشاكل. ونشوف رسائل من قلبه: هربت منك لأني شعرت بالارتباك. أريد أن نصبح أكثر من أصدقاء. الافتراق لبعض الوقت سيعطينا الوضوح الذي نبغاه. خلينا نشوف المراية. صرصر في كلام كتير ممكن يكون بيتقال من حولي. حاول انك انت ليكي في السحر، او انك انت روحانية، او انك انت ليكي علاقة باشياء روحانية. من الناس الغرباء عنك اللي ما يعرفوكيش. حاول لترسيم العلاقة اللي حدث عندك بشكل سريع، أو اللي هيحدث عندك الفترة القادمة بشكل سريع. ونشوف رسائل الرومانس كارد أو نصائح ملائكة الرومانس كارد. والرسالة الأولى: Someone from your past is returning to your life. يعني هناك عودة لشخص من الماضي إلى حياتك.
This could be the one. ممكن يكون هو ده الشخص اللي هتتزوجي بيه. هيلينج فاميلي اسياس. ربما الامر دوت يرمز لانهاء مشاكل عائلية، ان الكارت دوت كارت العائلة وحدوث تصالحات مع اشخاص خرجوا في حياتك من الماضي من العائلة. نبص هنا على الاوريكل. اوريكل التطور. التحكم في الاستسلام. اوقات كتير يا امرأة برج الجدي بيكون من الحكمة الاستسلام في بعض المواقف عشان المشاكل ما تكبرش. توافق اهتزازات، يعني حافظي دايما على المنطق في الخلافات اللي بتمر بيها، وألهمي نفسك دوما إيجاد حلول لمشاكلك. ممكن نبص على الطاقات الروحانية. الكروت الروحانية عندك إيقاظ الروح، الرغبة في التغيير. ممكن يكون عندك الفترة القادمة رغبة في الارتقاء أو في تغيير نفسك وشخصيتك من أجل حماية طاقتك ومن أجل حماية نفسك. الحدس المفتوح، اطلب الإيضاح. الكارت دوت ربما يكون معني بالأفكار أو بالتوقعات المفتوحة اللي ما بيكونش ليها حدود. بتحتاجي دايما في طاقتك الروحانية إنك انتي تطلبي أوضح صورة للحاجة اللي بتتوقعيها أو بتفكري فيها من كلام من المنطق مسموع من أشخاص عندهم خبرة، مش إنك أنتي تفكري بظنون بدون أشياء منطقية. يعني ما تروحوش دمياط بأفكاركم. ونشوف رسائل الملائكة. أبن دانس، في أموال كثيرة أو منحة مالية قادمة لك. Look for a sign، انتظري إشارة بالنسبة للأمر ده. And take action، وقومي بالخطوة اللازمة للوصول لهدفك. آخر حاجة معانا عشان نسيناها أساسا، كان المفروض نقولها من شوية، وهي رسائل تفكير الحبيب، برضه من تفكير العقل بس أوضح شوية. أنا حابب أكمل معاكي بس لازم تستحملي ظروفي. أنا مشغول لبعض الوقت. لازم نبعد شوية. ونشوف دلوقتي الفنجان بتاعك.
وفنجانك. بص يا مراعي برج الجدي، الحالة النفسية مقدرش أقول إنك أنتي سعيدة أوي، يعني مقدرش في الحالة النفسية أجزم إن في سعادة قصوى خلال الأحداث اللي بنقولها، رغم إن في زواج وفي أشياء كثيرة جيدة وأموال بس الحالة النفسية مش حزينة ومش سعيدة، بس أقرب للمود المظلم، لمود الاكتئاب شوية، بس مش قوي، مش اكتئاب. نقدر نقول إن في بعض الأوقات الفترة القادمة بيكون عندك خوف من المفاجآت، يعني كأنك بتخافي مرة واحدة من الأحداث المفاجئة لك. على فكرة ممكن نقول إنك أنت بتحصلي على المساعدة من أشخاص لتجاوز الخوف ده، يعني بتلاقي ناس أنت خايفة منهم أو جواكي مشاعر خوف منهم بيطمنوكي. ممكن انك انتي يكون ليكي اصدقاء بتبتعدي عنهم، ناس بتخافي منهم، كل الناس دي بتحاول ان هي تطمنك من مشاعر الخوف المفاجئة اللي بتطرأ على حالتك النفسية مرة واحدة. حتى الناس اصبحت تلاحظ الامر ده. في استجابة لأمنية كنت بتتمنيها من فترة بعيدة، وكمان شايف ان في باب من الرزق جايلك، زي اموال، زي ما قلنا حتى في الرسائل الملائكة، منحة مالية او مبلغ مالي دفعة واحدة بيأتيك. نقدر نقول انك انتي بترفعي جناحي الذل. يعني ايه بترفعي جناحي الذل؟ ظهر هنا جناحين زي ما انتوا شايفين كده، جناح اسود وجناح ابيض هنا. يعني ايه بقى؟ يعني كأنك بتكوني مش محتاجة لحد، كأنك بتعلني عدم حاجتك لأي شخص، بتعلني الاستقلال في حياتك، بتعلني حرية، بتعلني انطلاق على الحياة، وبيكون حواليك ناس كتير داعمة لك وبتقف جنبك عشان تحصلي على القدر الكافي من الاحترام والثقة اللي بتحصلي عليه ده. ممكن نقول انك انتي بيفاجئك في بعض الاوقات تصرفات بعض الاشخاص تجاهك. بتلاقي مساعدات، بتلاقي ناس بتحبك ما تكونيش عارفة ان هم بيحبوكي كده، بتلاقي ناس بتقدرك ما تكونش عارف ان هما بيقدروكي كده. فعلا بتشعري شعور بالامتنان من كثرة الناس المخلصة ليكي في حياتك. وبالنسبة للحالة النفسية بتتحسن شوية، بيروح منها مود الاكتئاب مع مرور الأحداث دي كلها وانتهاء الخلافات وذكر الأحداث اللي احنا قلناها دي كلها ما بتتحقق في حياتك. بتبدأي مود الاكتئاب يخف شوية من عليكي بقدوم مبلغ من المال جيد بيساعدك انك انت تتخطي مشاكلك. امرأة برج الجدي، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب موجود اسفل الفيديو في صندوق الوصف، تقدري تتواصلي معايا لحجز قراءة خاصة، وفي خصومات على القراءات الخاصة لحد بداية شهر رمضان. شكرا ليكم، السلام عليكم.